إلى هذه النشرة نستهلها بأبرز العناوين. الخليلان وملف الحكومة في بعبدا. رفعت عيد يمثل أمام القضاء في قضية فرع المعلومات. ومقتل أكثر من 30 مقاتلاً من داعش في معارك إدلب. الخليلان في قصر بعبدا للبحث في موضوع تشكيل حكومة جديدة. الزميلة هدى شديد تطلعنا على المزيد من المعلومات عما دار في اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ووزير الصحة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل. هدى، هل يمكن القول أن هذه اللقاءات والمشاورات تسرع تأليف الحكومة؟ يمكن القول من المعطيات واللقاءات والاتصالات التي تمت في الساعات الأخيرة أن الأجواء إيجابية من قبل الثامن من آذار باتجاه حكومة جامعة قائمة على صيغة 8-8-8. وعلمت LBCI من أوساط رئيس الجمهورية بعد لقائه المعاونين السياسيين لرئيس نبيه بري وللأمين العام لحزب الله علي حسن خليل وحسين خليل أنهما نقلا إلى الرئيس ميشيل سليمان رغبة إيجابية بالتوصل إلى حكومة جامعة قائمة على 3 ثمانيات مع تدوير الزوايا، وتدوير الزوايا هذا ليس معروفا بعد بأي اتجاه وفي أي تفاصيل. والرئيس ميشيل سليمان بدوره شرح موقفه بأنه غير قادر على إبقاء البلد من دون حكومة، ولكنه يعطي فرصة للتوافق على حكومة جامعة، ولكن هذه الفرصة لن تكون إلى ما لا نهاية. في موازاة هذا اللقاء علمت LBCI أن الاتصالات ناشطة من قبل النائب وليد جنبلاط على خط عين تيني من جهة ومع 14 أذار من جهة أخرى. ووفق المعطيات حتى الآن أن 14 من أذار تقول أن البحث ما زال في المربع الأول، وهو أي حكومة سنريد، خصوصا وأن الفريق الآخر خصوصا فريق 14 أذار يرفض المشاركة في حكومة هدفها التغطية على مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا. إذن هذه هي المعطيات المحيطة بالاتصالات المتعلقة بتأليف الحكومة. شكرا لك يا زميلة هدى شديد على كل هذه المعلومات. تسلمت الخارجية اللبنانية كتابا من السلطات السعودية عبر الطرق الدبلوماسية تطلب فيه تسلم جثة السعودي ماجد الماجد، والخارجية أحالت الطلب بدورها إلى وزارة العدل. صحيفة لو فيغارو الفرنسية ذكرت أن أمير كتائب عبد الله عزام ماجد الماجد أدلى بمعلومات مهمة قبل وفاته بعد توقيفه في لبنان، ولفتت إلى أن هذه المعلومات تتعلق بالخلايا التي تمول مجموعته لتنفيذ عملياتها، مشيرة إلى أن الكثير من هذه المعلومات باتت بحوزة الاستخبارات الأمريكية. بعد تهديده شعبة المعلومات في مؤتمر صحفي سابق، مثل الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد أمام قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدة، الذي استمع إلى عيد لمدة 1:45 ثم تركه بسند إقامة. وأكد عيد في اتصال مع LBCI أنه مثل أمام القاضي أبو غيدة في المحكمة العسكرية في بيروت بعد تأمين المواكبة والحماية الأمنية له، ذلك للتأكيد على احترامه القضاء والدولة والقانون. وفي بكركي بحث البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بحث مع المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلية لواء الشفريفي في مستجدات الوضع الأمني في طرابلس، خصوصا إحراق مكتبة السائح في المدينة وما رافقها من تنديد واستنكار من قبل الفعاليات الشمالية وتحديدا الطرابلسية. ريفي أكد أن غنى لبنان بتنوعه مشددا على أهمية الحفاظ على صيغة العيش المشترك، ومعتبرا أن ما يضبط الوضع في طرابلس هو وعي الناس ومؤسسات الدولة. سأل النائب وليد جنبلاط هل المطلوب ضرب التعددية وإلغاء التنوع الذي تعيشه مدينة طرابلس والتي تشكل أبرز سماتها، معتبرا في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء أن ما تعرضت له مكتبة السائح يشكل عملا بربريا وهمجيا لم تعد معه بيانات الشجب والإدانة تكفي لتنقذ هذه المدينة مما تمر فيه من نزاعات دامية وحروب استنزاف ومشاكل سياسية،
اقتصادية واجتماعية. وفي طرابلس رفع علم جبهة النصرة فوق مسجد الأحباش والذي تشغله جمعية المشاريع الخيرية في منطقة سوق الخضار بعدما استولت عليه مجموعة سلفية وأقامت الصلاة فيه. استنكر وفد علمائي من تجمع علماء المسلمين الحادثة التي وقعت في مسجد الخاشقجي خلال تشييع الشهيد الشاب محمد الشعار. الوفد وبعد لقائه المفتي قباني اعتبر أن أي إهانة توجه لهذا المقام ليست إهانة لهذا الموقع فحسب، بل إهانة لكل اللبنانيين، مشددا على أن دار الفتوى هي دار كل المسلمين من دون فرق في مذاهبهم. وإنما هو مفتي الجمهورية اللبنانية. شيع الزميل في قناة المنار الشهيد عباس كرنيب الذي توفي أمس متأثرا بجروح أصيب بها في انفجار حارة حريك إلى مثواه الأخير، وقد انطلق موكب التشييع من خلدي متوجها إلى بلدة حداثة في بنت جبيل مسقط رأس كرنيب، حيث جاب شوارعها في مسيرات حاشدة قبل أن تقام الصلاة على جثمان ويوارى بعدها في الثرى. شدد النائب في كتلة القوات اللبنانية أنطوان زهرة على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهل الدستورية، رافضا تعويم حكومة تصريف الأعمال الحالية. وقد رد زهرة في مؤتمر صحفي على الحملات التي تتناول الرئيس سليمان. الكلام عن أنه سيكون توقيع لا قيمة له أولا في تناول لشخص رئيس الجمهورية وصلاحياته المحدودة بالدستور. نحن عم نخاطب رئيس جمهورية يحترم الدستور ورئيس جمهورية ما بعد الطائف وتعديل الدستور، رئيس جمهورية لا يتجاوز الدستور ويمارس صلاحيات يأبون عليه ممارستها حاليا. اللي عم بيهول على فخامة رئيس الجمهورية وعلى الرئيس المكلف بموضوع تحذيره من تشكيل حكومة حيادية، هذا اعتداء موصوف على صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. عثرت في حي الشعب في بعلبك على جثة المفتش في الأمن العام بسام صلح مصابة بطلق ناري في الرأس، وكان صلح اختفى منذ يومين. وتتابعون بعد هذا الفاصل استقالات الائتلاف. أهلا بكم من جديد. قضية المشاركة في مؤتمر جنيف 2 وراء استقالة عدد كبير من أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض. بعد ساعات على مشهد ديمقراطي طبع عملية إعادة انتخاب أحمد الجربة رئيسا للائتلاف السوري المعارض، ها هو خبر انسحاب عدد كبير من أعضاء الائتلاف يهز المشهد السوري المعارض. من أصل 121 عضواً ولأسباب عدة يتصدرها رفضهم المشاركة في مؤتمر جنيف 2، أبلغ ما يقارب 40 عضواً في الائتلاف يتشكلون من 6 كتل مختلفة وشخصيات مستقلة أبلغوا الهيئة العامة رغبتهم بالاستقالة. زياد الحسن أحد أعضاء الائتلاف عن الكتلة التركمانية يوضح أسباب استقالته. هناك العديد من الأسباب وفي مقدمتها موضوع مؤتمر جنيف وموضوع حضور قبول الائتلاف الوطني السوري والقيادة الحالية للائتلاف الحضور في هذا المؤتمر. انفصال الائتلاف الوطني السوري عن الواقع أثرنا على أنفسنا أن نخرج من هذا الائتلاف وأن لا نكون شهداء زور. قرار هؤلاء الأعضاء الاستقالة رفضا لمشاركة الائتلاف في مؤتمر جنيف 2 لا منطق له، لأن الائتلاف نفسه لم يقرر بعد الذهاب إلى المؤتمر. هذا ما يقوله فايز سارة المستشار السياسي والإعلامي للجربة. قالوا أنه هم معترضين على موضوع جنيف، على موضوع مشاركة الائتلاف في جنيف، رغم أنه ما قدموا مثل ما قلنا أي مستندات أو وقائع تثبت أنه هم مستثنيين من القرار السياسي. حتى بالنسبة للمشاركة في موضوع جنيف لم نبحث حتى الآن الهيئة العامة للائتلاف موضوع المشاركة، وبالتالي لم تقرر إذا كان الائتلاف سوف يشارك أو لم يشارك.
بالأرقام، الائتلاف السوري المعارض لا يزال شرعيا بالمحافظة على ثلثي أعضائه، إلا أن خطوة الاستقالة هذه ستهز من دون شك صورته، خصوصا وأنها تأتي قبل أسبوعين من موعد انعقاد مؤتمر جنيف 2 والذي سيحضره النظام متقدما في نواحي عدة. أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن هناك قرارا شعبيا بترشيح الرئيس بشار الأسد. الزعبي، وإذ أكد حرص سوريا على نجاح مؤتمر جنيف 2، شدد على أن أي اتفاق لا يوافق عليه الشعب السوري في استفتاء عام لا قيمة له على الإطلاق. أي اتفاق سيجري في جنيف إذا لم يوافق عليه الشعب السوري في استفتاء عام لا قيمة له ولا معنى له على الإطلاق، ولن يكون له إمكانية للتنفيذ بالمطلق. شو ما كان، أي قرار سيتخذ في جنيف، اتفاق إلى آخره، صغير كبير بيتعلق بأي شيء في جنيف، سوف يخضع للاستفتاء العام. نحن نتمنى أن يستقر لبنان وأن يعيش لبنان آمناً ومستقراً، رغم أنه يشكل في المناطق الحدودية خاصرة رخوة ضد سوريا. وغدا توجيه دعوات لحضور مؤتمر جنيف 2 لم تشمل طهران. أجرى نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد محادثات في طهران مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. الطرفان اللذان شددا على أن أولوية المؤتمر يجب أن تكون لمكافحة الإرهاب ووقف تقديم الدعم المالي وتسليح ما أسمياه المجموعات الإرهابية، حذرا من خطورة الأعمال التي تقوم بها هذه المجموعات على أمن واستقرار المنطقة. المقداد الذي أكد حضور بلادها المؤتمر شدد على أهمية مشاركة إيران في المحادثات من دون شروط مسبقة، نظرا لدورها الرئيسي في حل القضايا الإقليمية والدولية. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جدد من جهته التأكيد أن مؤتمر جنيف 2 يجب أن يؤدي إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لمسؤوليته عن مقتل عشرات الألاف. أردوغان وخلال زيارته لطوكيو قال إن 130 ألف شخص قتلوا، فمن سمح لهذا الأمر بأن يحدث لا يمكنه أن يبقى على رأس البلد حسب تعبيره. المواجهة بين المعارضة السورية والجهاديين مستمرة، وآخر فصولها 34 قتيلا من داعش ومجموعة متحالفة معها. يقف مقاتلو المعارضة السورية في خندق واحد في مواجهة المقاتلين الجهاديين، وتحديدا في مواجهة عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. منذ الجمعة الماضي تدور اشتباكات عنيفة بين تحالف ثلاثة تشكيلات كبرى لمقاتلي المعارضة في مواجهة داعش، سجل آخرها اليوم مقتل 34 مقاتلا من داعش ومجموعة متحالفة معها على يد مقاتلين سوريين معارضين في مناطق جبل الزاوية في محافظة إدلب. جميع من قتلوهم من جنسيات غير سورية، وبحسب ما نقلت الوكالات فقد تم إعدامهم من قبل كتائب المعارضة. المعارك الدائرة ضد داعش تحظى بمباركة الائتلاف الوطني السوري، خصوصا وأن المعارضة تحاول استعادة موقعها لدى الغرب بعدما علق مساعدته لها في الفترة الأخيرة بسبب انتشار المجموعات الجهادية مثل داعش. كما تحاول الكتائب المعارضة الأخرى السيطرة على المناطق الحدودية بعدما حاولت الدولة الإسلامية في العراق والشام الاستحواذ على كافة هذه النقاط استراتيجية، الأمر الذي يؤدي إلى إقفال الطريق على الإمدادات والممرات اللوجستية للمقاتلين المعارضين. كما في سوريا كذلك في العراق، داعش مستمرة بالجهاد في محافظة الأنبار وتحديدا في الرمادي، حيث أفاد متحدث عسكري عن مقتل 25 مسلحا في ضربة جوية، والجيش العراقي يستمر في استخدام التعزيزات إلى الفلوجة. الفلوجة باتت أشبه بمدينة أشباح بشوارعها الخالية من ناسها الذين نزح كثيرون منهم إلى محافظة كربلاء خلال الأيام الماضية لتشل فيها الحركة كليا، سيما بعد إعلان مسؤولين حكوميين عن تحضيرات عسكرية لشن هجوم كبير على المدينة الذي استعد له الجيش عبر إرسال دبابات وآليات إلى موقع يبعد كيلومترات قليلة عن شرق الفلوجة التي لا تزال تحت سيطرة داعش وثوار العشائر. الله أكبر، الله أكبر. ثوار العشائر الذين يواصلون
يواصلون أيضا السيطرة على أجزاء من مدينة الرمادي بعدما شهدت المدينة ليلة من الاشتباكات من دون أن تتمكن القوات الحكومية من دخول جميع المناطق التي تحت سيطرة مقاتلي داعش، فيما يتحدث التلفزيون العراقي عن استعادة بعض منها، إضافة إلى مقتل أبو طفيل القوقازي القيادي في داعش خلال تلك الاشتباكات. واشنطن جددت دعمها لحكومة المالكي في معركتها ضد داعش عبر المتحدث باسم البيت الأبيض الذي أكد أن بلاده لن ترسل جنودها ليقتلوا في الفلوجة. It's something for the Iraqis to take the lead on and handle themselves. But that doesn't mean that we cannot assist them, and we have. We're working closely with the Iraqis to develop a holistic strategy to isolate the Al-Qaeda affiliated groups, and we have seen some early successes in Ramadi, as you know. I can add that in addition to those Hellfire missiles through our FMS program, we will also be providing 10 Scan Eagle surveillance UAVs in the upcoming weeks and 48 Raven surveillance UAVs later this year. These UAVs will help the Iraqis track terrorist elements operating within the country. لكن وفي المقلب الآخر يحاول الهلال الأحمر العراقي تقديم المساعدات لأكثر من 4000 شخص نزحوا من الفلوجة، أما تأمين المساعدات لمن لا يزال داخل المدينة فيزداد صعوبة سيما مع معاناة أهل المدينة من نقص في الغذاء والمؤن بسبب حصار المدينة وخطر التنقل داخلها. وتتابعون بعد هذا الفاصل. أقباط مصر يحيون الميلاد. أهلا بكم من جديد. على خلفية فضيحة الفساد التي تهز البلاد، سرحت الحكومة التركية 350 شرطيا بينهم 80 قائدا مسؤولا عن أجهزة مكافحة الجرائم المالية والتهريب والجريمة المنظمة في أنقرة. تواصلت محادثات السلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين لليوم الثاني في أديس أبابا، وتركزت المفاوضات على التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن المعتقلين. وأعلن وزير إعلام جنوب السودان أن الوفد الحكومي قدم وثيقتين، إحداهما حول تطبيق وقف لإطلاق النار والأخرى حول الإفراج المحتمل عن معتقلين مقربين من نائب رئيس جنوب السودان سابقا رياك مشار. ميدانيا تتواصل المعارك، حيث لا يزال جيش جنوب السودان يحضر لاستعادة السيطرة على مدينة بور الاستراتيجية عاصمة ولاية جونقلي شرق البلاد. أدوارد سنودن لديه المزيد من الأسرار المتعلقة بإسرائيل ليكشفها، هذا ما أعلنه الصحفي في الجاردن البريطانية غلان غرينولد في مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي، قائلا إنه لا يريد أن يتحدث عن أي تقارير لم تنشر بعد، لكن من المؤكد أن هناك عددا كبيرا من التقارير الهامة جدا التي حصلوا عليها والتي سيستمر نشرها بالوتيرة السابقة نفسها. ضمن الإجراءات التي يتخذها الرئيس الروسي لضمان إرساء الأمن خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، تأهبت القوات الروسية في سوتشي وشددت القيود على دخول المدينة المطلة على البحر الأسود. وتأتي الإجراءات الأمنية عقب هجومين انتحاريين في مدينة فولغوغراد قتل فيهما 34 شخصا على الأقل. أقباط مصر احتفلوا بعيد الميلاد وسط تدابير أمنية مشددة. هو المشهد يختلف عند المصريين الأقباط بين الأمس واليوم، بين العام الماضي في ظل حكم الإخوان المسلمين والسنة في ظل حكم العسكر. عيد الميلاد لدى الأقباط الأرثوذكس الذي يحل في السابع من كانون الثاني احتفلوا به في ظل إجراءات أمنية مشددة حول الكاتدرائيات والكنائس. في تغيير كبير جدي وتغيير جذري ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي، لان احنا حسينا فعلا اهتمام الدوله، وفعلا رئيس الجمهوريه يجي النهارده مع يعيد على البابا تودروس، دي حاجه كانت جميله جدا. السنه اللي فاتت ما حدش جه يعيد علينا. حاسين السنه دي ان البلد بقت مدنيه، الاول كانت اخوانيه، دلوقتي حاسين بوجودنا وبقينا لينا مكانه زي الاول. عشره عسكريين من الشرطه احاطوا بكل كنيسه ومنع وقوف السيارات في جوارها، فيما سجل حضور رجال شرطة باللباس المدني مستعينين بالكلاب البوليسية، ما أشاع جوا من الاطمئنان لدى المصلين.
كل سنة ومصر جميلة دايما بنسها كل سنة وإحنا في أعياد بجد، وإحنا يعني ما فيش حاجة جديدة، ده العادي بتاعنا يا جماعة. إحنا كل سنة مع بعض في كل أعيادنا السنة اللي فاتت واللي جاية، ورغم أنف كل الحاقدين مصر هتفضل واحدة واحدة وهي دي. في الكاتدرائية المرقسية وسط القاهرة معظم رجالات الدولة المصرية ورؤساء أحزاب وممثلون عنهم شاركوا الأقباط قداس منتصف الليل، وأوفد الرئيس المؤقت عدل منصور الذي كان قد زار الباب توادرس الأحد للتهنئة رئيس ديوان الجمهورية اللواء عبد المؤمن فودة لتمثيله في القداس، بعد أن أشادت الرئاسة في بيانها بالدور الوطني للأقباط في وجه محاولات بث الشقاق بين المصريين. والجدير ذكره أن الأقباط الذين يمثلون 10% من الشعب المصري وقفوا إلى جانب عزل الرئيس محمد مرسي بداية تموز الماضي. موجة الصقيع غير المسبوق تواصل ضرب ولايات أمريكية. أبرد طقس يشهده وسط الولايات المتحدة وبينها شيكاغو منذ عقدين، الأمر الذي تسبب بمقتل 4 أشخاص على الأقل، وأجبر الشركات والمدارس على إغلاق أبوابها وإلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء موجة صقيع من القطب الشمالي. الجو الأكثر برودة سجل في مونتانا حيث وصلت إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر، وعلى سبيل المقارنة بلغت درجة الحرارة في القطب الجنوبي 34 درجة تحت الصفر فقط. وتتحرك موجة الهواء القطبية الشمالية باتجاه الساحل الشرقي، في حين توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تسجيل أبرد درجات حرارة منذ سنوات في الساعات المقبلة في تكساس وفي وسط ولايات فلوريدا، وقد وجهت دعوات إلى العديد من الأمريكيين للبقاء في بيوتهم. وفي ولاية نيويورك أعلنت حالة طوارئ، كما تقرر إغلاق أجزاء من الطرق السريعة في غرب الولاية بسبب الطقس السيء، في وقت اقتضت ملاجئ المشردين وعملت السلطات على فتح منشآت إضافية لاستيعاب المزيد منهم. ومع هذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.